بقطاع التعليم العالي تم بولاية تسمسيلكا الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي 2021-2022، أين تم توفير جميع الإمكانيات والظروف الملائمة لاستقبال الطلبة. التغطية لمحمد السعيد أوراغي. بداية الدخول الجامعي وأننا نستقبل الطلبة الجدد حوالي 1700 طالب جديد في هذه السنة لكل التخصصات، والجامعة تسمسيت التي تتكون من 4 كليات ومعهدين، ونستقبل أيضا هياكل بيداغوجية جديدة مقدرة ب 4000 مقعد بيداغوجي. هذا ما يسهل سبل المعرفة. هذه الجامعة الفتية التي ارتقت إلى مصاف الجامعات بقرار وزاري في 22 نوفمبر 2020 تتضمن لحد الآن 4 كليات ومعهد، تتوفر على عدد طلبتها يفوق 10000 مقعد بيداغوجي.